بس وقف يا صاحبي. هو اللي على الموتوسيكل ده؟ تعدي الرجل اللي جاي يجيب المكان ما يعدي منها. ماشي ازاي كده يا والله منظفهم ليه هيك وتمشي تلين غلط. شد بر والله لسه انا لسه شراوه من 3 ايام. طيب بس مو مش عارف تمشي وانا عارفه تمشي وحفيره طول تمشي تعاط راسه وحفيره. طبعا طبعا بس فاهم السيجارة يعمل حاجة اللي ورا؟ لا عندك شايف شايفه هي ماشي ايدك ورا ايدك ورا انت خلي ايدك انت ورا مخمار مخمار هيبوظ الدنيا. هات مبرد يا فتح بس طولي بال يي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 
ده كده باشا، ده كده بنشوف الفرد ماشي تك على حدو. بس بس اسس عيب على امك. بس يا شايب بس
يس يس اسكتي يس يس بس قلبت ولا ايه تاني يس لا اخسى لك يا بنت الكلب يا جزمة يس يس محمد بريد مين دي؟ محمد فتح غزية افتح عليك محمد غير مرس عمل لي اللي بيبس اللي ورا ده تجلي مرس انت عايز سيبريتس بس فاتن بكتر كم يعني خمسة الله كل شرب كه الله كل طبر وقت طبر ما تلاقي إنه مقيد على مكمرة بربع تلاقي طيب حلو ولا حلو غلبنا لا حلو لا أحسن من الحمار بس إن على فتاه بقى ما هي جعانه جعانه جوا خدت في البجاعة بس مورة بتشيب جند ما شاء الله برضه مهما كان اسمها مورة ما لهاش دعوة بالحمار بس عايز علف عايز عايز يا سلام ده والله العظيم راقت يعني شعرتها لمعت كده وبتج مصبوغة أنا نجح شوف الصينية تتعلم قلت لأبوه بعت لي محمد كم خضرة ولا إيه وشوف لها زبون بعته؟ آه خلاش نسيب نشوفه والله قلت له خضرة كمان معاك لازم ما بعت والله العظيم جحش تنقل الطاب ما شاء الله من الممنوع من اللي خد؟ هذا واحد من البيت ما قعدش غش بح على طول العظيم ما قعدت عندي وخده ورزق فارز فحلو بس الله يرزقه احنا اخذنا نصيبنا وما احنا بنتبسط والله اللي بياخد حاجه ويكسب امال ايه والله بتبسط امال هتزعل ليه انت
لازم تفلس. هو عشان يقول ورا القرفة و... طب صدق بالله الفاح اللي الجحش دي بيتباع الساعة 2 بالليل. هتدوس علينا ولا ايه؟ العيال خافوا يمشوا صبال الصبح يتتباعي. اه اي والله عجباهم. انا مش عجباهم. لا لا الولاد حلوه والجحش حلوه. الجحش انا كنت عليف ايه السيجا. انا خفت عليك والله وكيل خفت عليك. لا مش سيجا هتعب بعدين. لا مش سيجا ايه السيس بعدين. يسيس ما لسه سايب بابا ما سال بس يسيس اقول لهم رنوا عليه خليه يجي من الغيط لحد نروح له حول. لا حد الشغل هناك هيبقى صعب والله العظيم. انا حاطط التليفون بعيد عني واللي في المصرف. الحاجه كلمتك باي؟ لا مراتك ما رنتش علي. ما اللي بقول لك التليفون كان بعيد عني. انت انا هروح له والله كلمتنا في الجيب بتاعه دي ما ضيعش وقت لان الموضوع صعبان عليا قسما بالله. ولا باين عليها اكل ولا طبعا. الموره مش عارفه تمشي. كيس كيس بس بس خوتي ازيك يا حاج؟ مرحبا غالي. ايه يا عم بس ما عملنا فيه؟ انا مالي يا عم اشرف؟ غبت على اللي شتته ولا ايه؟ هو انا غبت 15 يوم. كتير. والله الرقبة لما تجمد ولا انا مشتت هناك والله على الكاميرا كده وبص عليه. الاراضي مش كل الاراضي على الجرد. انا غير الاراضي هنا رخيصة. شو تبرسم تاني ورشة طاش؟ ورشة يا عم بس هي فاربة كتير. هي فاربة كتير. بس مش غدا بس مبلطة. بلطة. عليك. صبرك يا باشا. سيب. سيب اللي عندك كده يا حاج. عايز اشوف غيزة حلوين. سيب يا حاج دشر. ما تطلعش خالص مصروفة الحي. لا ما حطيتش كده ولا ده خالص. امسك كده تعالى. تيجي ترمي النبات قدام الري حط لها شكارة نطران.
قدام الراي، ما تستناش لبعض الراي، قدام الراي. لا اجيب لها، اجيب لها قلب الخميره احطهم فيها كمان. ما اعرفش الخميره دي عشان ايه تعمل ايه الخميره يعني؟ يقولوا حلوه خميره وعسل اسمر. شوف الحته اللي حلوه فيها عدد قد ايه؟ اه الحته العاليه العاليه. يعني في سوق ما عند الصغيره هناك تبع حلوه. اسحب كده. ما انا بقول لك الرجل ده بس عشان تحدام ورا؟ لا لا ليه؟ لا ما ليش ده هي عايز حد من ورا قبل قدام الشتاء داخل. في سنتي اكتر من سنتي. تعال بقى مع البيز العرج. ايه خلاص تمشي. ايوه والله والله حد يقدر بالله بالله انا مقيد على المورد ابو حمار. ايه ما الحمار اغلى منه يا اخي. اه يا اخي اللي بركب خيل والله ما بمر عليهم بركب حمير. والله ما بمر. حمار عامله زي الباب. اه حمار خيشنا قوي كنت معاه سن بس كان فيها شموس. قفلي حمار ايش السيجا حمار كبير. تزرع شوية توم بسم الله الرحمن الرحيم. قلب الأرض زرع ندور على الجسور. فردة كده سيدي عامل بس مبكر بك عاملين لها بس مباشرة. اه سيدي كلام زي الحقيقي. اه والصوت طلع ولا من دون صوت؟ لا صوت ودنيا ومدنيا. اه صوت وصور. من الوقت بنعمل عملية جراحية حمار. سيبا محمد ده الصبعك اللي تحت ده. عذبني وقف رجل التالي. ليه؟ عشان متحميش عليك كتير. ده هتحمي عليها مباشر. طيب. والله العظيم طالما الحفر اتعدل موضوعك انتهى. يعني في عرجة؟ اوبا هتلاقي سبيرتو احمر بس حطه هنا. سبيرتو احمر؟ اه. هي فيها يا بز جرد. فيها بز جرد. والحفر عالي ويزود لها بقى التعب. كده الحفر ارتاح. انا بتعرف ايه ورا مبين ولا ايه؟ مبين. يا عم كده هترتاح معايا. تعرف لو ما حدثهاش؟ اللي ما ينزلش في الرجل التانية؟ الناس بيقولوا لو نزل في الرجل التانية يا عم ما تشغلش بالك. هتبطل عربيات. هتبطل؟ ها؟ لا طبعا. اللي تعبان تعبان خلاص كده موضوع عمل. هي ما بتعرفش الا في الطلعة بس. من وضع العرنوط. صحيح. اه.
هذول ما ديه لا عايز غير ذنبهم عند عنده انطرف حمام ما رصد بيت عام عمرو سمير فجايه اللي مرتاح ويروح له ويخليه نايم مو قل على الحج ساكن الله يرحمه يسلك يوم الموت موتي جوا اجوا من من هنا صوت ضربوا على العوض وبدا بقى يوزع فلوس بقى طلع جري عليه صح قعد بعد منها 9 سنتين اليومين قعد سنتين يعني دخل في علم الغيب لا طبعا لا يعني فيه دكتور بوبقى المرض قدام منه مايل يا عم لا يس انت 100% وكذا كذا كذا انما دي ام ليه هو عبد القادر ابو عبد العزيز ابو محمد الله يرحمه كان تعبان وريح وبين مش عارف كان الموضوع بخس الكلى ولا كان ايه انت لسه جايبين ريح انت لسه جايبين بس ساعة الرجل ما سمع الكلمة دي ما قعدش يوم ولا اثنين وما كشف عليه بس قال لي معاك حاجه قال معاك اللي بدك جاب له وده معاك ده انت هتموت لا انت مش نازل وندى على التمرجي قال له نزله طلعه من العاده عشان المات يموت بره لا والراجل اجى مات فيها فعلا ده راجل يعني هو دكتور حيله بس عنده الفجعه دي زبرته سيب ارفع الثاني يلا ماشي بس بقى بس يا اخي حضرتك احسن نروح نلف على القديم يا عم احسن حاجه والله هي هي يا عم الناس دي لنا القديم يا عم نلفها يا بحها معيوبه انت تشتري قديم لها حاجه واحنا بنلف كده عطرنا في ريد ايه فرق الف مي ولا فين لا في ده جماعه ده والراجل محترم والله يا سيدي اللي احنا طلبناه عمله لنا شغل مالك بواحد ولا ب 20 20 بس بنسمع ارقام كبيره يعني الارقام الكبيره انا يعني عاوز افهم فيها ايه زياده العربيه هي هي العربيه بس بتتركت الصرر صرر بس صرر بس يا عم الحاج والله لازم ما فيها حاجه يقول لك صرر استراد ومش استراد ومش عارف هو الرومانه دي مال انا عارف ده الرومانه ده عسل بس هنحمل العزبه انا عارف حط على جيد مش على الرومانه دي طيب حط جرات برسيم ما جرات حط ثلاث اربع جرات ده اللي شيل هلا يا محل شيل يا العربية هتقول مالك عند حد هنا اشرف؟ ها؟ مالك عند حد؟ لا ده انا كنت بعمل لها المصرف هناك عشان تزرع شوية الثوب مصرف اليوم عماد؟ اه فحرته؟ لا والله ده انا نضفت البطنية بس كده هو وديت العفش فيها عريش شوية عفش نشفين كده مش فلمون لا 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 تمشيش يا محمد اما تبص على النوره دي فيها ايه؟ هتبص على النوره دي ماشي بس خدت امك وقت تضربي سيبها 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 والله اطلع عشان ديك معيوبه تقلق منها يلا اطلع على طول يابا كده ايه شي اجري قدامها يا سيد اجري لا تعال فكت يا اخي ما شاء الله حتى عن الاول لف الدنيا غيمت لا كده هتروق معايا عايز جيس هتجيس ايه؟ اه ماشي مطلوب عليها بقالها شهرين ماشي حتى لو فاضيه هي هتطلع حاضر
طب كتف حل الصورة يلا. حل السرعة يا عم الحاج وكتف. ما هتقطع عربية وخلاص. حل السرعة وكتفها زي ما بتطلق عليها. ده دي لازم. والله لو قطعت العربية ما عاملة حاجة. لا يا حبيبي. والله ما عاملة حاجة. ده مش عاملة حاجة بالنسبة لك. والله. إيه؟ إيش كده؟ اسكت. ايه برضه فاضي؟ مش راه فاضي ولا عود؟ لا والله مش فاضي يعني. هو جاله طالعين عليه. جالك طالعين عليه؟ طالعين عليه يعني مش عارف. لا يا فاضي. ايه ايه عمره كبير في السن ده. تلكش على الوقت. يا عم ولدته حلوه مولدته زي العسل. ضعيفة بقى ضعيفة شوية. ما هي مش بس تطلق عليها لما تحلو المورس. لما تحلو هي اللي هتطلق إن شاء الله.